كذا حد قال لي ان قلبك قلب طفله بنوته صغننه، بس وشك وش ست عجوزه. انا مش شايفه كده ابدا. انا طفله وهفضل طفله لغايه ما يبقى عندي 70 سنه ان شاء الله، يعني مش هنعيش 70 سنه. ما عنديش ذكريات حلوه في المدرسه. انا دايما الذكريات عندي في المدرسه ان هما بيبعدوني عن الناس، ليا ديسك لوحدي. مش موضوع ان الناس مش عارفه المرض بتاعي، هما مش قادرين يستوعبوا ان انا شخص طبيعي جدا. انا شايفه ان اهم حاجه في البني ادم ان احنا نشوف اللي جواه اكتر من ان احنا نشوف ايه شكله. انا لما كنت ببص لنفسي في المراية كنت بشوف ان انا في حاجه مختلفه. انا شايفه ان الاختلاف بيميز الشخص مش بيوحشه، يعني انا شايفه ان دي حاجه بتميزني جدا. انا مفيش حد زيي في مصر كلها. كل حد ليه حد شبهه، فاكيد في حد هيتقبلني زي ما انا وهيحبني جدا. بحبها كم العجلة علشان أما الهوا بيجي في وشي بحس إن أنا حرة. هي منى مش زي ما الناس شايفاها، منى طفلة صغننة بتحب الشوكولاتة وبتحب اللعب وبتحب الضحك، بتحب الحنية. بحب ماما أكتر حاجة في الدنيا. بحب المكرونة جدا، يعني بدور على المحلات اللي فيها المكرونة. أنا نفسي أكل مكرونة بقالي كذا يوم. بس هي منى حلوة. هي الحياة أكيد في حاجات حلوة، في فرحة بالشوكولاتة.